مشاهدينا اهلا بكم الى فقره رياضه اليوم التي نبدا بكره القدم. فبعد تاجيل مباراه امام الجمارك النيجيري في الدوره التمهيدي من مسابقه دوري ابطال افريقيا، يستعد فريق الوداد البيضاء يوم الثلاثاء لمواجهه الدفاع الحسن الجديدي برسم الجوله 18 من بطولات تصارات المغرب. هذه الجوله التي شهدت حتى الان ارتقاء بركان وتطوان لكوكبه المقدمه، ومنحت الرجاء والحسيمه وأكادير نقاط ثمينة أدخلتهم المنطقة الدافئة من الترتيب. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله جعفري. جولة من خمس مباريات لكنها بخمس عشرة هدفا، جولة قلبت موازين التنافس وأدخلت فرقا كوكبة المقدمة وتراجعت بآخرين في سبورة الترتيب. في تطوان ديربي الشمال وعلى عكس الذهاب الذي انتهى بالتعادل، ابتسم هذه المرة لفريق الحمامة وبهدف وحيد من توقيع البديل يونس الحواسي. فوز ارتقى بالماطي للمركز الرابع، والهزيمة الثانية على التوالي لاتحاد طنجة تراجعت به للمركز الخامس. فريق آخر حقق العلامة الكاملة وصعد للمركز الثالث في غفلة من الخصوم، وهو نهضة بركان الذي فاز على ضيفه النادي القنيطري بهدف ثمين أذاق به فارس سبو الهزيمة الثانية على التوالي والسابعة في الموسم. لغة الانتصار خطها في الحسيمة شباب الريف وبهدفين مقابل هدف واحد على الفتح الجريح الذي تلقى الهزيمة الثالثة في الجولات الست الأخيرة. أما الانتصار فصعص عليه منذ العشرين من شهر دجنبر من السنة الماضية. في الرباط الجيش نزف من جديد وسقط في مستنقع الهزيمة للجولة الثالثة على التوالي، وهذه المرة برباعية قاسية من الضيف حسنية أكادير. هزيمة تطرح أكثر من سؤال حول مستقبل العساكر في إياب لا يسمح بالكثير من الأخطاء. في المقابل استرجع أبناء أسوس نمط الانتصار وباقتدار وصعدوا للمركز الخامس. غير بعيد عن الرباط رجاء البيضاء عزف على نفس المنوال وأمطر شباك المولودية الوجدية برباعية أكد بها الفريق الأخضر بأنه حضر جيدا للإياب ويسعى لدور البطولة وليس الكومبارس كما كان في رحلة الذهاب. كرويا دائما لكن هذه المرة في أوروبا، حيث بدأ السويسري جاني إنفانتينو يوم الاثنين أول أيام عمله كرئيس جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم بالمشاركة في مباراة ودية جمعت نجوما سابقين وحاليين في مقر الاتحاد في زيوريخ، وشارك في لقاء قيد منتخبي إسبانيا والبرتغال السابقين فرناندو هييرو ولويس فيغو، على دين دعم السويسري خلال حملة التي سبقت انتخابات رئاسة الفيفا يوم الجمعة الماضي. كما شارك في اللقاء أيضا نجوم سابقون أمثال الإسبانيين كارلوس بويول وميشيل سالجادو، والإيطاليين فابيو كانافارو وباولو مالديني، والهولندي كلارنس سيدورف، والأوكراني أندري شيفشينكو، والفرنسي روبرت بيريز. وانتخب إنفانتينو يوم الجمعة الماضي كتاسع رئيس للفيفا خلال الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد في زيوريخ بعد حصوله على 115 صوتا في الجولة الثانية من التصويت مقابل 88 صوتا للبحريني الشيخ سلمان. طبعا العمل يبدأ الآن ونحن مستعدون لذلك، ولكني قلت أنه في أول يوم أباشر عملي سأبدأ بتنظيم مباراة كرة القدم مع الذين يصنعون اللعبة، مع أساطير الكرة وكل الذين تواجدوا اليوم والذين يلعبون يوميا ويجعلون قلوبنا تخفق. هم النجوم ونحن فقط في خدمتهم وفي خدمة المشجعين وفي خدمة من يحبون كرة القدم، وعلينا أن نتذكر هذا دائما، وهذه أكثر من مجرد مسألة رمزية. أردت أن ألتقي بمجموعة من الأصدقاء مع موظفي الاتحاد الدولي والاستمتاع لفترة قصيرة بكرة القدم قبل بدء العمل الجاد. وحول موضوع تنظيم كأس العالم لسنة 2026 صرح إنفانتينو إن عملية وضع ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2026 ستبدأ في القريب العاجل. نحن على بعد عشر سنوات من حدث كأس العالم 2026 والأمور عاجلة، لذا ففي الأيام القليلة المقبلة علينا إطلاق عملية وضع الترشيحات، وذلك في غضون الشهرين المقبلين أي قبل كونغرس الفيفا المقبل الذي سينعقد شهر ماي. حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تاريخ الثاني من شهر أبريل المقبل موعدا لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إطار المرحلة 31 من الدوري المحلي لكرة القدم، وسيقام الكلاسيكو في الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب على أرضية ملعب كامب نيو ببرشلونة، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين
انتهت بفوز كاسح للبارسا برباعية نظيفة في المرحلة 12 من الليغا على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو. وسيكون مدرب الفريق الملكي الفرنسي زين الدين زيدان سيكون تحت الأنظار في اللقاء بعد نحو شهر من الآن، وذلك لكونه سيخوض الكلاسيكو الأول له كمدرب للفريق، ويتصدر النادي الكتالوني ترتيب الليغا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد وبفارق 12 نقطة عن الريال. دك نادي أياكس أمستردام شباك ضيفي أزيد الكمار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباراة المرحلة 25 من الدوري الهولندي، وجاءت رباعية أياكس عبر كل من أركاديوز ملك ودافي كلاسن اللذين سجل الهدف الثاني والثالث، فيما اختتم مهرجان الأهداف اللاعب أركاديوز ملك مسجل الهدف الأول. أما الهدف الوحيد لإفادة الكمار فحمل إمضاء اللاعب فينسنت يانسن، وبعد هذا اللقاء رفع أياكس رصيده بهذا الانتصار ل 61 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة وراء بيز فيندهوفن الفائز يوم السبت على دنهاج بهدفين لصفر، فيما تجمد رصيد الكمار عند 40 نقطة وفي المرتبة الرابعة. وفي لقاء آخر عن ذات المرحلة استعاد نادي فاينورد روتردام نومة الانتصارات بفوز على مضيفه أوتريخت وبهدفين مقابل هدف واحد، وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر سيباستيان هيلر، إلا أن فاينورد رد بهدفين، الأول جاء في الدقيقة 19 عن طريق توني ترينيداد، فيما تكفل المخضرم ديرك كيتس بالهدف الثاني ليرفع فاينورد رصيده إلى 40 نقطة احتل بها المركز الثالث، فيما بقي أوتريخت في المرتبة الخامسة برصيد 38 نقطة. توج فريق أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم للمرة 43 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه فيريا بثلاثية نظيفة في لقاء عن الجولة 23 من المسابقة. أولمبياكوس وبملعب كارياسكاكي تقدم في النتيجة منذ الدقيقة 19 عبر لاعبه دافيد فوستر، ثم ضعف النتيجة اللاعب نفسه في الدقيقة 65 قبل أن يكمل الثلاثي اللاعب المكسيكي ألان يوريدو في الدقيقة 83. الفوز 22 لأولمبياكوس الذي يلعب له الدولي المغربي مروان داكوستا رفع رصيده للنقطة 67 بفارق 19 نقطة عن فريق أيك أثينا صاحب المرتبة الثانية، ليحسم بالتالي اللقب قبل 6 جولات على نهاية الموسم. في ظل مواصلة الأندية الصينية حملة الإنفاق الصخي على جلب لاعبين جدد من مختلف أنحاء العالم، قدم نادي هيبه فورتون لاعبيه الجدد إيزاكييل أفيتزي وجايل كاكوتا وإرسان غوام وستيفان بيا وجيرفينيو قبل أسبوع من انطلاقة الموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم. النادي الذي مقره في مدينة غوانغزو سيدشن الموسم الجديد الجمعة المقبل إذن أمام غوانغزو آر إف. هيبه كلفته صفقة استقدام لافيتزي 6 ملايين يورو من باريس سان جيرمان وأجر أسبوعي يصل إلى 500 ألف يورو، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين دخلا في العالم، بينما كلفت صفقة جيرفينيو 18 مليون يورو من روما، وكلف المدافع التركي جولوم 7 ملايين يورو. في الدوري الامريكي المحترف في كرة السلة NBA فاز ديترويت بيستونز على تورونتو رابترز ب 114 نقطة مقابل 100 ونقطة واحدة، فعلى ملعب بلايس اوف اوبن هيلز في ولاية ميشيغان برز في صفوف ديترويت كل من ريجي جاكسون الذي سجل 19 نقطة وثمان تمريرات حاسمة، وايضا اندري دورموند الذي اضاف 15 نقطة مع 18 متابعة. أما لدى تورونتو فقد برز كل من تيرنس روس صاحب 27 نقطة ومعه ديمار ديروزان الذي سجل 20 أخرى، إلا أن ذلك لم يكن كافيا كي يتجنب الفريق الهزيمة 19 له هذا الموسم. وبعد هذه المباراة يحصل ديترويت المرتبة الرابعة في مجموعة الوسط ب 31 انتصارا و 29 هزيمة، بينما لم تؤثر هذه الخسارة على تورونتو الذي حافظ على صدارة مجموعة الأطلسي. بهذا إذن نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم، إلى اللقاء.